بواجه الأيام الصعبة بمنازل الروح بالتسليم، بواجه الأيام الصعبة بالرضا، بواجه الأيام الصعبة بالتوكل على الله، بواجه الأيام الصعبة بالاستشارة. إيه رأيك وعمل إيه؟ أنا معرفش أمشي في الدنيا من غير ما استشير. أنا متخيل اللي بيمشي في الدنيا من غير استشارة بيخبطوا في الحيط. تعلمت أتعامل مع الأيام الصعبة بالصبر، الصبر عليها. تعلمت أتعامل مع الأيام الصعبة بذكر الله عشان يطمئن قلبي. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. تعودت أتعامل مع الأيام الصعبة بالبحث عن البدائل. طيب نقدر نعمل إيه؟ اتعودت إن أنا ما أكون مكتئب قوي وتعبان قوي بقى وخلاص، لأن أنا بشر، أدخل أنام علشان أنا أخري في الزعل والقلق والضيق 24 ساعة. هي دي علمتها لي الحياة. ما تزوجش فترة نومك وزعلك أكتر من 24 ساعة. خلاص بقى، قوم بقى تاني يوم واعمل حاجة جديدة وجربتها وما كنتش متعلمها، لما تعلمتها لقيتها حلوة قوي. أنا آخر زعلي أو آخر المود السيء أو آخر الاكتئاب 24 ساعة، وابقى حزين جدا 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 وابكي وكل حاجة، بس بعد 24 ساعة لا خلاص بقى، خليك جدع بقى، قوم بقى اشتغل بقى، خلاص خلصنا، دور على بديل بقى ولا شوف لك حاجة تعملها. اتعودت لما يتقفل باب رزق واكون مستنيه، الانتظار وحش، الانتظار بيوجع، اشغل نفسي بحاجة تانية فيها سعي، علشان وانا بسعى في الحاجة التانية ربنا هيبعت لي اللي واقف او يبعت لي حاجة احلى.